واحد بيسأل يقول: هل المنتحر كافر أو لا؟ طبعا المنتحر إذا قتل نفسه مستحلا لذلك، مستحلا للقتل يعني، كفر ومات كافرا، لكن الله أعلم بنيته، لكن ده حكم عليه عند الله. إذا كان في قرارة نفسه أنه استحل القتل لنفسه أو استحل السخط على القدر فقتل نفسه، يبقى فقد ركنا من أركان الإيمان، فهو إيه؟ فهو كافر. لكن إذا قتل نفسه تخلصا من نكد الدنيا أو من ضيق العيش أو من كذا، فهو مرتكب كبيرة، أمره مفوض إلى الله كما قال أهل السنة: ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. يعني نقول إيه؟ الله أعلم به، يعني لا نحكم عليه بكفر ولا إيمان، لأنه طبعا وارد طبعا في البخاري وفي كتب السنة أن من يعني تحسى سما فسمه في يده يوم القيامة يتحساه خالدا مخلدا في النار، ومن وجأ نفسه بحديدة، يعني ضرب نفسه بحديدة في بطنه مثلا، فحديدته في يده يجأ بها بطنه في النار في جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من شاهق جبل فهو يتردى في نار جهنم يوم القيامة خالدا مخلدا فيها. هنا كلمة خالدا مخلدا فيها قال كناية عن طول المكس، وليس معناها إيه خالدا فيها أبدا، إنه غير خارج، إلا إذا استحل الانتحار. يعني واحد يقول له حرام عليك مثلا شرب السم، يقول لا ده حلال علي، حلال لي، يبقى كده استحل إيه ما حرم الله، يبقى كفر. لكن عندنا في يعني يصلى عليه، ده إذا مات ولم نعلم بحاله، لكن إذا صرح بالكفر أو الاستحلال الحرام، يبقى هنا طبعا يلف في خرقة ويدفن بدون غسل وبدون صلاة، ولا يدفن عند المسلمين ولا يورث، يعني ماله يكون لبيت المال لا يورث. الكافر ده لو ظهر كفره قبل موته باستحلال الانتحار، لكن مات ولم نعلم بحاله، نكفنه ونغسله ونصلي عليه وندفن عند المسلمين ويورث، طبق عليه احكام الايه المسلم. لا، المريض النفسي اذا كان يعني مريض لا يعرف الايام والليالي، ولا يعرف الرجل من المراه، ولا الجنيه من الخمسة ولا العشرة، ما فيش تمييز، يبقى فاقد العقل، يبقى وكل تكليف بشرط العقل، فهو غير مكلف إذا كان فاقد العقل. أما يعني يعرف فلان وفلان واليوم والدينار والدرهم والجنيه والعشرة والخمسة، يبقى ده فاهم مكلف، فيؤاخذ طبعا بالإيه؟ بالانتحار، بذنب الانتحار يعني.